عندنا الحالة الأولى هي ركلة جزاء الفتح، هل توجد ركلة جزاء؟ لا، أنا أرى أن لا توجد ركلة جزاء. من قام بتقديم قدمه هو مراد باطن في جسم اللاعب، لو اللاعب في انزلاق ولكن لم يقم مدافع الأهلي بأي مخالفة، لاحظ الريل اليسرى لمراد باطنه من ذهبت إلى جسم اللاعب، ولكن للأسف أن بعد حكام الفار هني توافقوا ويا الحكم فلا وجود إلى ركلة جزاء. في انزلاق من حق المدافع أن يدافع لكن لم يقم بأي مخالفة، فركلة جزاء غير سليمة في هذا. اللاحظ هني عقب الانزلاق مراد باطنه هو من قدم القدم اليسرى في جسم لاعب الأهلي، فلا وجود إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء غير صحيحة. نذهب للحالة الثانية في الدقيقة 9 من الشوط، البدل ضايع، تمنظر بتروس الفتح ومحرز الأهلي، بعد المخالفة حصل هني سلوك غير رياضي ما بين محرز وبتروس الفتح، فهني حكم المباراة حاول أن يسيطر على المباراة، فوجهة نظري اللي قام فيه حكم المباراة سليم للسيطرة على هذه المناوشات والاحتكاكات، لأنه محتاج إلى شخصية، فانذار هذه الانذارين صحيحين. نذهب للحالة الثالثة في الدقيقة 85، ركلة جزاء للفتح، ركلة جزاء سليمة تم احتسابها، تم الاستعانة بتقنية الفار، وفعلا في يد واليد خارج الجسم وفي تكبير من الحجم، فركلة جزاء سليمة نلاحظها بعد الإعادة. طبعا تم الاستعانة والتشاور مع حكام الفار، نلاحظ هنا اليد فوق المستوى الجسم وغير طبيعية، فركلة جزاء سليمة للفتح. نذهب للهدف اللي تم القائه للفتح بداع التسلل، طبعا لحظة لعب الكرة كان مراد باطن قريب إلى خط المرمى من ثاني آخر مدافع، وتم تدقيقها بتقنية الفار، واتضح أن رياض باطن متقدم فألقى الهدف سليم. نذهب لركلة جزاء الأخيرة أو الحالة الأخيرة، طبعا ركلة جزاء سليمة في مسك من قبل اللاعب التركي، ومنع فرصة واضحة لتسجيل الهدف، الاعتبارات الأربعة كلها متوفرة، المسافة والاتجاه وعدد المدافعين والاستحواذ، ولكن هني ما في استثناء لأن اللاعب المدافع ما يلعب كورة، ما محاول ولا عنده محاولة لعب كورة ولا الحصول عليها، فالمسك والسحب والدفع ما في استثناء، فركلة جزاء سليمة وبطاقة حمراء مباشرة أيضا سليمة. وهذه الحالات اللي عندنا يا أبو نورة.